شاب تزوج من ابنة عمه وأنجب منها ولدا، ثم أخبروه بأنه قد رضع معها، ما حكم الولد وكم عدد الرضعات التي تحرم؟ الرضعات التي تحرم 5 رضعات، يعني 5 مصات. الرضعة عبارة عن المصة الواحدة، فإذا مص اللبن وتركه ثم عاد ومصه ثانية، هذه رضعة ثانية إلى أن يكمل 5 مصات، وتكون في الحولين، في مدة الحولين، هذا هو الرضاع المحرم. أما من تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع مثلا، يفرق بينهما، والولد ولده، لأن هذا نكاح بشبهة، لم يتعمد، هذا بشبهة، فيلحق به الولد وهو ولده، وهو ولدها هي أيضا. نعم.